السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هسه نرجع للخطوة الثانية. الخطوة الثانية شنو أريد أني أرسم؟ هسه أول خطوة بالفيديو اللي قبلها سوينا الست بروجكشن، تمام، ودخلنا الإسقاطات المناخية اللي خاصة وراح نستخدمها. هسه حددنا هذا الشيء بعد ما عدنا بي مشكلة إن شاء الله. نجي على الخطوة اللي بعدها. الخطوة اللي بعدها شو تريد؟ تريد إنه أنت تروح على الجي آي إس نفسه، خريطتك اللي الخاصة بالدم المفروض أيضا تسوي لها إكسبورت استخراج، تمام؟ شلون نسوي لها اكسبورت؟ تروح على الدب تقول هنا داتا، داتا اكسبورت استخراج، المفروض تستخرجها بنفس الكوردينيت سيستم اللي انت ضفته هنا، تمام، حتى تتسقط لك بالكامل. فهسه شو تسوي؟ تروح لهنا وتختارها بالصيغه اللي انت تريدها، تمام، بالصيغه اللي انت تريدها. هسه هنا هو راح يطلع يستخرج لك اياها كراستر بصيغه تسماها دم 2. احنا نكتب دم final final تمام بهذه الصيغه راح استخرجها. انتبه انتبه، اقرا الكوردينيت سيستم اللي هي راح استخرج لي اياها، الهاي دبليو جي اس 1984 السبيشال ريفرنس الخاص بها، المفروض يكون نفس اللي استخرجته هنا وضفته هنا حتى يصير تطابق، ما يصير عندي اوفرلاب، تمام، يصير كونكشن بين الطبقات. هسه على هذا الاساس المكان الحفظ شيب فايل حمار، تمام، هذا يعني هور من الاهوار الموجوده في العراق، خاف احد الدول العربيه يعني يكون متابع لنا ويقرا. بعد ذلك اقول له سيف، تمام، بعد ما اقول له سيف هاي يجرى عمليه الحفظ. اوكي يس، هاي بهذا الشكل مجرد استخرجها بشكل ثاني. هسه عرفت انه شو تسوي؟ تستخرج الخطوه الثانيه بالراس مابر، انه اني استخرج ارجع للجي اي اس، استخرج بعد ما استخرجت الكوردينيت ريفرنس بروجكت، الكوردينيت ريفرنس سيستم وكست بروجكشن واستخدمته هنا ضمن البروجكشن. هسه شو اسوي اني؟ اروح اسوي استخدمت القيمه الثانيه اللي هي انه اني خرجت الدم من برنامج الجي اي اس. هسه اقدر انا هنا استدعي الدم بالصوره الرئيسيه، اسوي انا هنا تلقائيا كرييت نيو راس ترينر، تمام، واقدر انه اسوي هنا استدعي كفايل للترينر منين سقطته من هنا كقيمه له، واسوي هاي الخطوه بعدها ان شاء الله. المهم حتى احنا نريد خطوه بعد خطوه، اذا هاي الخطوه الثانيه هو استخراج فقط الدم، الدم انا فقط استخرجها من البرنامج الجي اي اس حتى استدعيها المن بنفس الكوردينيت سيستم حتى استدعيها ببرنامج الهكراس. محاضرتنا انتهت لهنا، اذا عندك سؤال او استفسار وانا انصحك بهذه المحاضره ترجع للبلاي ليست اللي وضحتها مسبقا اسمها جلوبال ديجيتال اليفيشن موديل، راح تفيدك كلش هواي بعمليه انشاء الدم يعني ضمن النطاق الحديث، بحيث تحصلها ضمن ريزوليوشن عالي، سبيشال ريزوليوشن عالي. نلتقي بكم ان شاء الله بالمحاضره القادمه. دمتم بامان الله وحفظه.